مع نفسي. فراس يغمور. يا الله، كل هذا الطابور علشان بس أوصل للكاشير؟ لا، وكل اللي شايله كيس عيش. زحمة بزيادة اليوم، غريبة. يا ريتني جيت وقت أقدر. الله، الواحد ينتظر. ياه، هذه الشغالة اللي قدامي تلاقي عندها أهل وتركتهم علشان بس تلاقي رزقها هنا في السعودية. الله يعينها يا رب. تلاقي عندها أولاد في بلدها، عندهم أحلام ونفسهم يحققوها، أو دراسة ويخلصوها، وهي هنا المسكينة تنكرف. بس تعرف إيش اللي يطمن؟ إنه كفيلتها شكلها طيبة القلب، جالسة تبتسم لها وتعطيها الأكياس بحب. الله يبيض وجهها يا شيخ. والله لو أني كنت في غربة مكان هذه الإنسانة وكان المسؤول عني بنفس هذا الشكل، كان راح أنبسط مرة كثير وادعي له ليل نهار. ها يا حبيب، عندي هذا الكيس بس، ممكن تحاسب لي؟ مع نفسي. فراس يغمور.